تتصفحين الإنستغرام؟ أجل، لا يوجد الكثير لفعله هنا. كم فلتنظري؟ طفل فقد مسكنه، لكن دارمان دفع الإيجار لعائلته. لطيف حقاً. رأيت ما نشرته؟ لا فاتني هذا. سنذهب للحفل. مستحيل، هل أتى وطلب ذلك؟ أجل، أمام الجميع. رائع، سعدت بهذا. شكراً، وأخبرته أنك ستأتين معنا ولا مانع لديه. أنا لا أعرف، أشعر أني لا أريد الذهاب بسبب جيري؟ يمكنني الاعتذار منه حالاً. لا، أنا لم أقصد هذا، فقط فلتنظري، إن حالتي مزرية جداً. هاي، بل تبدين رائعة يا فيث. أجل صحيح، أنا صلعاء بحق السماء. لا بأس، الجميع يعرفون ما تمرين به وهم يدعمونك بشدة. ليس لدي فستان ولا حتى باروكة، وأيضاً لن أملك القدرة على عمل زينتي. سوف أعيرك فستاناً، وسنستعين بأخصائية تجميل أيضاً. أحسنتِ، دعيني أتصل بكايلي سكواد لمساعدتي على التحضير. أنا لا أملك النقود، اسمعي، أنا حقاً أقدر مساعدتك، لذا عليك الذهاب بدوني. أشكرك. العفو. هي، هل تذكرين وعدنا؟ أنه مهما حدث سترافقينني. أنا أذكر. أوكي، سوف نفي بالوعد، سأحملك لهناك إذا اضطررت، حتى وأنت برداء المشفى هذا. أشكرك، أنت حقا رائعة، لكن لا يمكنني الخروج بهذا المظهر، ولن يناسبني أي من فساتينك. فلتطلبي النقود. أمي تعمل طوال الوقت لتستطيع علاجي، لذلك لن أطلب النقود منها. سوف نطلب المساعدة من دارمان. ماذا؟ أسيساعدني؟ أتمزحين؟ إنه يساعد الأشخاص أمثالك، إن أخبرناه عن حالتك بالتأكيد سيساعدك. أوكي، ولكن كيف لنا أن نصل إليه؟ إن رقمه ليس معنا. ماذا تفعلين؟ ثقي بي، سأنشر الصورة وسأشرح كل شيء، وبعدها سوف يصل إلينا. أجل، وكأن هذا سوف يفيد. أحياناً عليك التحلي بالإيمان. هيا. شكراً. أشكرك. العفو. أنا سعيدة أنك خرجتِ. لكي نذهب. سبق أن أخبرتكِ، لن أذهب أبداً، إني أكره مظهري جداً. صراحة، ليس عليكِ أن تقلقي، والسبب وصول المساعدة. إنهما. يا للروعة، أعرف من أنتما، إنكما تعملان مع المشاهير. وسوف نجعلكِ تبدين مثلهم. أجل، أنا متحمسة جداً. كيف تمكنت؟ رأى المنشور وتواصل معي عبر الإنستغرام. ماذا؟ هذا جنوني. سأخبرك لاحقاً، فعلينا تجهيزك. أوكي، تفضل. شكراً. كيف الحال؟ جيد، أوشكت على الانتهاء، لكن لا أعرف ماذا سأرتدي. واو، أشكرك. أوه، جيري قد وصل، سوف أذهب إليه. أوكي. سيارة جميلة. أعرف، ليتها ملكي. ستصل فيث الآن، لذا أوه، أنت رائعة. أوكي، كيف أبدو؟ كالملكات، أنت تبدين كملاك نزل على الأرض.
أشكرك. هلا تصورنا معا؟ بالطبع. أوكي، هذا جميل جدا، مذهل، أحببتها. باو تفضلي. رائع، تريدين أن أصوركما معا؟ نعم بالطبع. حسنا، تبدوان رائعين. هكذا؟ إنكما تبدوان رائعين معا. وهكذا هيا. وهكذا؟ وهكذا. أتمنى. مهلا، ماذا؟ لو كان لدي رفيق فقط، لكن لن يرغب أحد في الذهاب معي. على العكس، انظري. أهلا فيث. لا دارمان، ماذا تفعل هنا؟ أنا هنا حتى أرافقك، هذا إن كنت ترغبين بهذا. هل هذا سؤال جاد؟ بالطبع أريد هذا. رائع، تفضلي. هذا جنوني، سيجن جنون الجميع. لا أصدق أبداً ما فعلته. أشكرك. أحياناً عليك التحلي بالإيمان. هيا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.